بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي نكمل ان شاء الله مع بعض المحاضرة الثالثة من الاي تي. بيكلمني في المحاضرة دي ازاي يوز اوف اي تي ان ايفري داي لايف، استخدام تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية. بيقول لي where computer might be more appropriate than people، في بعض العناصر بيبقى الكمبيوتر افضل فيها من الانسان، فبيبتدي يديني بعض الامثلة. بيقول لي اول حاجة الـ repetitive tasks اللي هي المهام المتكررة. In the past many repetitive jobs were performed by low skilled poorly paid workers. كان في الماضي، كان بيقول ان هو كان في الماضي كانت معظم المهام المتكررة بتؤدى بواسطة الاشخاص غير ذوي الخبرة او قليل الخبرة بأجور منخفضة. Now use computer instead. ده في الوقت الحالي طبعا بنستخدم الكمبيوتر. طب ممكن نقول مثال على الموضوع ده، لما مثلا خطوط تجميع خطوط الانتاج، تنظيم مثلا تجميع علب زي علب سمنه مثلا او ازايز مياه غازيه او ازايز ميه. لما كان الاول، كان زمان قبل طبعا موضوع الكمبيوتر وبرمجه الميكنه، كانوا بيجيبوا ناس هم اللي بيبقوا مسؤولين على عمليه التعبئه دي. دلوقتي طبعا كل الكلام ده بقى بيستخدم من خلال الكمبيوتر. Easy automated tasks. بيقولي the telephone system is now largely automatic. المهام سهلة الإتمام أو المهام اللي هي الأوتوماتيكية زي نظام التليفونات في الشركات. كان الأول برضه كان بيبقى فيه عامل مخصوص أو شخص مخصص لعملية التحويلة، اللي هو مثلا أنت عايز قسم المبيعات يبتدي هو يضغط أرقام معينة ويحولك على المكتب ده أو على الجزء ده من الشركة. دلوقتي طبعا الموضوع كله أوتوماتيك، بنلاقي طبعا الرسائل الصوتية لما تيجي تتصل بأي شركة يقولك من المبيعات مثلا يضغط 0، للحسابات يضغط 3 وهكذا. mathematical calculation مقصود بيها طبعا العمليات الحسابية. بيقول لك computer is easily suited to perform mathematical calculation. الكمبيوتر مناسب جدا او مثالي جدا في التعامل مع العمليات الحسابية. الدينجر سيتويشن طبعا مقصود بالدينجر سيتويشن اللي هي العمليات الخطيرة او الاوضاع الخطيرة. طبعا بيتكلم معايا هنا ان مراقبة الاشعاعات او خطر التلوث بقى بيتنفذ دلوقتي من خلال الروبوتس اللي هو الانسان الالي. Where computer might be more appropriate than computer. في بعض العناصر برضك البيبول بقى هم اللي افضل فيها من الكمبيوتر. زي ايه؟ بيقول لي when you have an unwell and visit your doctor. لما بتيجي تروح لدكتور طبعا مناسب جدا ان انت تلاقي بيرسونال هو اللي موجود قدامك، شخص هو اللي موجود قدامك، عكس ما تروح تلاقي الدكتور اللي انت بتتعالج عنده مثلا جهاز كمبيوتر. Many people like to have real person to whom you can talk than e-commerce. بيقول لي بعض الناس بتفضل طبعا ان هي تكلم شخص لما بتيجي تشتري اي حاجه عن مصطلح e-commerce اللي هو طبعا مقصود بيه التجاره الالكترونيه. large scale computer application in business. هو طبعا فهمني ان الكمبيوتر او تكنولوجيا المعلومات زادت في حياتنا بشكل كبير جدا، فيبتدي يديني بقى بعض الامثله على كل قطاع. فاول حاجه هنا بيقول لي استخدامات الكمبيوتر في قطاع البيزنس او في مجال الاعمال. بيقول لي business administration system نظام اداره الاعمال. طبعا بقى في برامج متخصصة جدا بتحسب الارباح والخسائر والخارج والوارد للشركة بتاعتي. مثلا airline booking system نظام حجز الطيران، كله طبعا بقى من خلال الكمبيوتر دلوقتي، وممكن طبعا أأكد حجز أو ألغي حجز من خلال الإنترنت. insurance claim processing مقصود بيها طبعا شركات التأمين. online banking خدمات البنوك اللي هي عن طريق الإنترنت. هيفهمني دلوقتي large scale computer application in government في الحكومة بقى. بيقول لي census اللي هي الإحصاء. vehicle registration اللي هي تسجيلات المركبات أو سجلات العربيات يعني. revenue collection تحصيل الإيرادات أو الضرائب. electronic voting التصويت الإلكتروني. فدي أمثلة على استخدام الكمبيوتر في الحياة اليومية بقى في قطاع الأعمال زي ما احنا شايفين كده، في الـ government في الحكومات. هيبتدي يكلمني دلوقتي عن استخدام الكمبيوتر في الـ hospital and health care في المستشفيات ونظام الرعاية الصحية. البيشن ريكورد سيستم نظام تسجيلات المرضى او تسجيلات المرضى. امبلانس كنترول سيستم التحكم في سيارات الاسعاف، طبعا بنشوف او سيارة اسعاف مثلا لمكان المريض التحكم فيها كله بقى الكتروني. طبعا دايجنوستيك تولز اند سبيشالست سيرجيكال ايكويبمنت مقصود بيها الادوات والمعدات التشخيصيه زي ما احنا ملاحظين كده في الرسمه اللي موجوده قدامنا، ان واحد قدامه مثلا اشعه معينه بتاعه مريض وبيبتدي يبص عليها من خلال الكمبيوتر.
use of computer application in education، استخدام الكمبيوتر في ال education في التعليم. بيقول student student registration and timetabling، تسجيلات الطلبة وجداول المواعيد بتاعة محاضراتهم. computer based training، التدريب القائم على الكمبيوتر، بمعنى ان انا في بعض الاوقات بجيب اسطوانات وابتدي اقعد اتعلم فيها في البيت بدل ما بروح لجهة محددة. use internet as homework resource، استخدام الانترنت كمصدر او كطريق اقدر اعمل بيه الهومورك او الواجبات المنزليه بتاعتنا، مثلا بتاعت الاطفال في المدارس وحاجات زي كده. كتير جدا بيطلبوا منهم، يقولوا انا عايز بحث عن كذا، فيبتدي يستخدم طبعا مصادر الانترنت. distance learning system، نظام التعليم عن بعد، زي ما احنا شايفين في شخص اهو بيتكلم وفي ناس سامعاه، اقدر اراسل جهه معينه مثلا واخد منها محاضراتهم بدل ما اروح اسافر للجهه دي. What is teleworking؟ ايه هو مقصود العمل من عن بعد او بيتقال عليها العمل من منزل؟ بيقول that this term، المصطلح ده which refers to the people working at home، المصطلح ده بيطلق على الاشخاص اللي بيعملوا من بيتهم. connected to the organization via computer network، بيتوصلوا للشركة بتاعتهم من خلال الكمبيوتر نتورك، من خلال شبكة الكمبيوتر. communication via email، ممكن طريقة الاتصال ما بينهم تكون طبعا من خلال موضوع الايميل. advantage of teleworking، مزايا بقى العمل من بعد. اول حاجة زي ما احنا شايفين كده بيقول reduce or zero commuting time، توفير او تقليل زمن الوصول. طبعا انا بشتغل من بيتنا، فمش هنزل واركب مواصلات واروح شركتي واضيع وقت في الطريق. great ability to focus on one tasks، التركيز الاكبر على اداء مهمة محددة. flexible schedules، جدولة عمل مرنة. طبعا الوقت اللي انا بحدده، انا بحدد مثلا انا هشتغل سي مثلا من 9 ل 12، انا هنجز شغلي في الفتره دي، عكس ما اكون ملتزم بميعاد معين ان انا اروح في شركتي وميعاد معين برضك للانصراف. reduce office desk space requirements، تقليل المساحه اللازمه للمكاتب الموظفين. طبعا كصاحب عمل بيفضل قوي موضوع التلي وركينج ده في بعض المهام طبعا، يعني عن ان هو يجيب مثلا يوفر مساحة للموظف ده ويجيب له جهاز تكييف مثلا لو هو محتاج جهاز تكييف، ويوفر له كرسي بشكل معين ويوفر له بيئة محددة. disadvantage of teleworking، مساوئ بقى التلي وركينج او عيوب التلي وركينج. بيقول لي لك اوف هيومن كونتاكت، كل الاتصال البشري، مفيش اي اتصال ما بين اي شخص ومن شخص. نيجاتيف امباكت اون تيم ورك، مفيش اي امكانيه تعمل روح فريق او التيم ورك، روح الفريق العمل. possible employee exploitation، احتمال استغلال الموظفين. طبعا النظر ان كل موظف بعيد عن التاني، فيقدر بسهولة جدا صاحب العمل ان هو يستغل الموظفين، يقول لهم مثلا الشركة بتخسر شوية فلازم نقلل المرتبات. وطبعا مش هيبقى فيه بقى عملية اللي هو زي احتجاجات جماعية او اي حاجة من الحاجات دي. self discipline، معناها الانضباط الذاتي. طبعا لو انا شخص مش منضبط ذاتيا، مش ما بشتغلش مثلا، لما يكون عليا مراقب معين هتيجي الشركه بتاعتي تكون طالبه مني تاسكات معينه مش هسلمها، فبالتالي الشركه نفسها بتبتدي تخسر. الكترونيك وورد، المقصود بيه طبعا العالم الالكتروني. هي اول حاجه في العالم الالكتروني هيفهمني في مصطلح اسمه الايميل. ايه الايميل ده؟ بيقول لي allow you to send message to another person anywhere in the world، بيمكنك ان انت تبعت رسائل لاي شخص في العالم. هيكلم معايا عن حاجه اسمها الاي كوميرس. ايه يعني ايه كلمه الاي كوميرس؟ بيقول related to buying or selling via the internet، امكانيه البيع والشراء من خلال الانترنت. increasingly you can purchase directly via a website، بردك بزيادة، والوقت الحالي بقى بتزيد فيه جدا ان انت تقدر تشتري من على اي مواقع ويب سايت. باي سيلكتنج كاتس، من خلال انت تختار بضاعة معينة يبقى انت كده تقدر تشتريها. الاي بانكينج، ايه هو الاي بانكينج دي؟ بيقول ريليتد تو مانجينج يور ماني، هو امكانية ان انت تقدر تمانج الماني، تدير الاموال بتاعتك طبعا من خلال الانترنت. مزايا بقى ومساوئ الاي كوميرس، بيقول لي المزايا بتاعتها السيرفيس افيلبل 24 ساعة، 7 ايام في الاسبوع متاحة. لارج ستوك كنترول، تشكيلة كبيرة متوفرة من البضائع. ديتيلز برودكت انفورميشن، معلومات كتير جدا عن البرودكت اللي انت تشتريه، عن المنتج اللي انت تشتريه. ability to compare price، عندك قدرة ان انت تقدر تقارن ما بين الاسعار. equal delivery to town and country، امكانية التوصيل طبعا زي توصيل المنازل يعني.
right to return defective goods إمكانية أو الحق في إرجاع البضائع التالفة. مساوئ بقى أو عيوب الإيكوميرس بيقولي بص الكريدت كارد فرود معناها طبعا إمكانية احتيال أو سرقة تفاصيل الكريدت كارد بتاعتك. إذا the website is genuine معناها طبعا هو الموقع ده حقيقي ولا ممكن يكون موقع وهمي، طبعا في إمكانية احتيال. What about return faulty goods؟ إيه هي إمكانية رجوع البضائع؟ طبعا في بعض معظم الأوقات مش في بعض الأوقات يعني لو أنت جاتلك بضاعة والبضاعة دي كانت سيئة لما بتيجي ترجعها للدولة أو للمكان اللي أنت اشتريته منها لازم تدفع أنت رسوم الشحن. How are you covered when you purchase goods from another country؟ إيه هو الغطاء القانوني ليك لما بتيجي تشتري من أي دولة تانية؟ طبعا انت لما بتيجي تشتري من مكان معين من دولة معينة القوانين بتاع دولة الشراء هي اللي بتطبق عليك مش قوانين دولتك انت. Health and safety environment طبعا عملية البيئة والصحة. بيقولي create good working environment مقصود بيها طبعا عمل بيئة عمل جيدة في التعامل مع الكمبيوتر. يعني اول حاجة هراعيها وانا بتعامل مع الكمبيوتر ان التشير بتاعي should be fully adjustable او could be fully adjustable. الكرسي اللي انا قاعد عليه يكون متكيف يعني اقدر ارفعه اقدر انزله يبقى كامل التكيف معايا اقدر اعدل وضعي فيه براحتي. اليور سكرين should be fully adjustable نفس الموضوع بردك السكرين اللي انت قاعد عليها تقدر تعليها او تقللها تقدر تكيف حركتها بالوضع المناسب ليك. You may wish to use a filter ويكون عندك فلتر. Your use good good keep work and you may also wish to use rest bed. طبعا تستخدم keyword جيدة ويكون فيها rest bed. rest bed ده المنطقة اللي هي الإضافية اللي موجودة عندي في keyboard اللي هي قطعة البغ الزيادة دي طبعا انت بتحط عليها rest بتاعك. Ensure that you have enough space. تكون عندك enough space to comfortable use mouse عشان تقدر تستخدم الماوس بتاعك بشكل سليم. التهوية طبعا اللي هي مقصود بها عملية الventilations أو التهوية اللي انت تكون قاعد في مكان جيد للتهوية. Use a computer incorrectly can damage your health. استخدام الكمبيوتر بطريقة غير صحية ممكن يأذي صحتك أو يدمر صحتك. فبيقول لي أول حاجة take frequent breaks تاخد بريك بشكل متكرر. ليه؟ عشان اقلل الموضوع اللي هو الريبيتيف سترين انجري خطر بقى التوتر والاجهاد الزايد لما اكون مجهد بشكل زايد وافضل استمر في عملي طبعا ده بيضر صحتي. بيقول لك اير فروم سكرين التوهج بقى اللي بيطلع من الشاشه تحافظ طبعا على عينيك من خلال اللي هو موضوع الفلتر. البريكوشنز الاحتياطات او التحذيرات ميك شور ذا كيبل ار سيفتي سكيورد تتاكد ان الكابلات بتاعتك محطوطه بشكل امن. ميك شور ذا باور بوينت ار نوت اوفرلود تتاكد ان نقطه الباور بتاعتك معلهاش حمل زايد. ذا انفايرمنت البيئه بقى بتاعتك بي اوير ذا ريسايكلينج برينتد اوتبوت تعرض تكون متاكد او عارف موضوع الريسايكلينج ده اللي هو طبعا عمليه اعاده التدوير. كلمة ريسايكل معناها إعادة تدوير بمعنى اللي أنا دلوقتي مثلا عندي مخرجات الطبعة زي ما احنا مش شايفين كده برميها بتروح شركة مثلا اللي هي بتلم القمامة دي بتخش بشكل معين تتحول كصناعة على مصنع مثلا معين بحيث ان هي يعاد تدويرها في منتج بعد كده نافع عليك. ده هو طبعا مقصود بعملية الريسايكلينج. ريسايكل برينتر تونر كارتج البرينتر تونر كارتج طبعا اللي هي زي اللي موجودة قدامنا دي الكارتج الحبارة بتاعت البرينتر طبعا يستحسن جدا او يفضل جدا للبيئة بتاعتك اللي انت شغال عليها اللي انت يكون البرينتر بتاعتك اول ما تفضى تملاها تاني تعمل عملية اعادة تدوير ليها تاني. using monitor which consumes less power معناها طبعا انت تستخدم شاشة قليلة بتاخد طاقة حرارية قليلة. using electronic document can help reduce the need for printed material طبعا زي ما احنا شايفين كده لما بتوصف الحاجة الإلكترونية على الكمبيوتر تمام في المثال الحالي ده بتقلل ورق كتير جدا كان ممكن يبقى بره. يعني مثلا عندي موظفين في 1000 موظف في الشركة بدل لما اطلع لهم ان في تقرير في مثلا في اوامر ادارية جديدة واطلع 1000 ورقة للألف عميل دول لا انا هبعته على الميل بتاع الشركة وكل الموظفين يقدروا يشوفوه يبقى انا كده وفرت ورق كتير جدا. طب في الامتحان مثلا يا جماعة في الجزئية دي لما اسئلتها بتيجي ازاي بيجيلي دايما في الامتحان بيقول لي ايه اللي من العناصر دي لازم يتطبع وايه اللي من العناصر دي ينفع يتوصف الكترونيا. فالحاجات اللي هي لازم تتطبع الحاجات اللي هي لازم
ليها اثبات زي مثلا العقود فيها امضاء وحاجات زي كده. ما ينفعش عقد يتكتب الكتروني ويبقى كده عقد ده صحيح، لا لازم يكون ممضي وحاجات زي كده. الضمانات الجارانتيز، الشهادات السيرتيفيكيت، عناصر تانية اللي هي مثلا ورق جاي لك من المحكمة حاجات زي كده. كل العناصر دي لازم يكون تتوصف تكون موجودة برينتد في هارد كوبي منها. لكن مثلا تقارير الهلب بتاع البرامج الحاجات دي كلها ممكن يتوصف الكترونيا طبعا. information security دي طبعا ان شاء الله هتكون اخر محاضرة بقى، نكملها في الفيديو الجاي ان شاء الله.